يسعد اوقاتكم اصدقائي، واهلا وسهلا ومرحبا فيكم بفيديو جديد. اليوم راح نعمل فيديو جديد عن سلسلة الشروحات، والفيديو متأخر فيه كتير شرح للمزار شيب. ما بعرف ليش متأخر فيه، كل فكري اني عامله من قبل بس اتضح لي اني لسه ماري عامل شرح عنه. لهيك قبل ما نبدأ بالفيديو لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس لتوصلكم كل شي جديد، وتشيروا الفيديو لرفقاتكم ليستفيدوا منه. ويلا خلونا نبدأ الشرح. طبعا المزار شيب هي او بالاحرى الدعم اللوجستي بأرض المعركة، خلينا نقول. طبعا في انواع كثيرة منها صار عنا بالفترة الاخيرة، صار كتروا ما شاء الله. طيب حنبدأ فيهم واحدة واحدة. اول واحدة اللي بتكون معك بالبداية اللي هي الدريدو نايت او درودوت، ما بعرف. المهم باختصار هاي السفينة فقط سفينة دمج، يعني لما تستعملها بتسبب ضرر للأعداء. ضررها بسيط جدا، يعني مثل ما شايفين على ليفل واحد يمكن 15,000، أظن على الماكس يمكن توصل 30-40,000، ماني متأكد والله، لأنه بصراحة ولا مرة فكرت إني أطورها أو مكسها. باختصار ما بتستاهل أصلا تطورها، ولتجيب قطعها غير موجودين الا فقط ب البلاك ماركت بصندوق العشرة، وحرام اصلا هذا الصندوق تفتحه. فباختصار شديد هي السفينة لا تفكر تطورها ولا تفكر تستعملها، لانه في كتير افضل منها. اللي بعد منها عنا المينتوس. المينتوس هي خيار جيد. في نقطة صحيح كمان لازم نذكرها، انه بتاخد الدريد نايت تاخد مدفع واحد اللي هو اتاك. المدافع حنيجي على شرحهم هلا بنهاية، بس خلص الشرح عن السفن بشرح لكم عن المدافع. ولكن المدافع بتكون تعرفوا انه في عنا ثلاث انواع، اتاك وسبورت وبروتكشن. الاتاك هجومي، السبورت دعم، بروتكشن حماية. تمام، اتفقنا عن ثلاث نقاط. نشرح عن المينتوس هلا. المينتوس اول سفينة سبورت او دعم بتكون، فيك تجيبها بسهولة من صندوق المية موجودة قطعها بالبلاك ماركت. سفينة جيدة اذا انت ببداية مشوارك بالوور روبوت. بتهيل مثل ما كنتم شايفين 2% بالثانية لمدة 5 ثواني. تمام، وبتعطيك شيل 42,000، هذا على الليفل واحد بدون اي تطوير. تمام، بنجي على المطورة الماكس، خليني اورجيكم اياها. على الماكس بتصير بتهيلك 4% بالثانية وبتعطيك 80,000 درع. طبعا بالاضافة مثل ما حكينا انه بتاخد سبورت واحد، وبتاخد مدفع بروتكشن، مدفع حماية ومدفع دعم. مثل ما حكينا حنحكي عن المدافع بعدين. نرجع للي بعد منا، عندنا المونارش. خلينا نشوفها على الستور على ليفل واحد او ليفل ثلاثة، ما في ليفل واحد هي بالمزر شيب. المونارش سفينة هجوم مثل اول سفينة، ولكن افضل منها بمراحل. بتضرب ضربة واحدة مثل ما تكون شايفين على ليفل ثلاثة 27,000، وبتعمل دوت افكت اللي هو الدمج اوفر تايم او دمج خلال وقت معين، بتعمل 3164 بالثانية. طبعا هذا كله الحكي على الليفل البدائي. المدافع تبعها واحد هجومي واحد دفاع بروتكشن اللي هو حماية. على الليفل 60 الماكس بصير ضربتها بتعمل 73,378، والدمج المستمر 8,400. كمان لمدة 5 ثواني، يعني 8,400 بتضربها بخمسة، فهذا الرقم كبير اللي بتعمل المناش. بالإضافة لمدفع الأتاك او مدفع البروتكشن، مدفع الاتاك اللي كمان ممكن تحطه هجومي بيعمل هجوم، هنحكي عن المدافع هلا. ومدفع الحماية اللي بيأمن لك درع. اللي بعد منا عنا الاوراين، او خلينا نشوفها بالستور بالبداية. الاوراين كمان سفينة هجومية ولكن اقوى من المونارش، بتعمل مثل ثقب اسود. هذا الثقب بيضل بيدمج الاعداء لفترات من الزمن، بيعمل 4560.
ولكن في ميزة في الأوراين إنه بتعمل دمج إضافي على التايتنز أو الجبابرة. طبعا على الليفل 3 البدائي بيعطي 60% دمج إضافي على التايتن، وبتاخد مثل ما يكون شايفين 3 مدافع، 2 منهم هجوميات وواحد حماية. خلينا نشوفها على الليفل الماكس، بتعمل عنا 11685، هي الضرب الثاني، وبتعمل ضرر على التايتن 174% إضافي دمج إضافي على التايتن. طبعا المدافع الهجومية كمان نزل معها المدفع الجرافيتي، كمان حنحكي عنه، عن أفضل السيت أبات حنرجع، بس نحكي عن المدافع، حأحكي أفضل سيت أب لكل المزار شيب فجايين. دي بعد منا عنا النورث لايت، خلينا نشوفها بالستور. النورث لايت على الليفل 3 خاصيتها الأساسية إنه بتهيلك كمية معينة من الهيل، مثل ما انتم شايفين على الليفل 3 51600، وبتعطيك ديفنس بوينت مثل ما انتم شايفين 11 نقطة دفاع. طبعا الهيل اللي إذا دمك فل مثلا مالك محتاج للهيل، بيتحول من هيل بيتحول لدرع أصفر أو ايجس شيلد، تمام؟ فأي هيل إضافي ما لك محتاجه بيتحول لدرع مباشرة، وهذا الدرع بيضل لمدة 20 ثانية. طبعا سابقا قبل ما يجيها نيرف كان الدرع يضل بشكل دائم، هلأ لا صار بيضل فقط 20 ثانية. على الليفل الماكس طبعا بيصير بتهيلك 125700، رقم جيد، وبتعطيك 50 نقطة دفاع، كمان رقم جيد. نقاط الدفاع لمدة 5 ثواني بيضلوا عليك، ومثل ما حكينا الشيلد اذا كان دمك فل بيتحول هذا الرقم كله لشيلد لدرع اصفر، وبيضل 20 ثانية. بتاخد مدفع هجومي ومدفع حماية ومدفع دعم، تاخد 3 انواع المدافع الثلاثة. اللي بعد منا عنا الفروزن، خلينا نشوفها كمان بالستور. الفروزن سفينة هجومية تعمل عاصفة جليدية على الأعداء، بتسبب لهم ضرر مستمر خلال الوقت مثل ما انتم شايفين بالبداية أو أول ليفل 3200 بالثانية، بالإضافة بتطبق عليهم تأثير الجليد اللي هو بيبطئهم وبيزيد الدمج عليهم لما يكتمل التأثير على الآخر، بصير 100% بيزيد الدمج عليهم 20%. فالتأثير تبعها بيضل 4 ثواني مثل ما انتم شايفين. بتاخد مدفعين بروتكشن ومدفع سبورت، مدفع دعم ومدفعين حماية. بالحالة الماكس لما تكون مكسة الضرر تبعها بيصير 7000 في الثانية، وبتضل مدة التأثير الجليد لمدة 9 ثواني. كمان حنحكي عن افضل شو اسمه الها بعدين. نجي اللي بعد منها سفينة السور. السور مثل ما كون شايفين، خلينا نشوف اول شي على الليفل العادي، تعمل كمان تقريبا نفس الاوراين، لكن بدال ثقب اسود هون مثل دائرة كهرباء بتضل بتدمج الاعداء. 5800 مثل ما لكم شايفين بكل نبضة، وبتعطيك شيلد بريكر. شو يعني شيلد بريكر؟ يعني اي حدا عنده درع انرجي، ان كان ابزورفر، ان كان درع ايجس، ان كان انسل، بتصير تتخطاه طالما صابته المزر شيب، بتكسر له الدرع او بيصير فيك تتخطى الدرع لمدة 3 ثواني. اي حدا بيقدر يصير يضربه، مو شرط اللي استعمل المزر شيب، اي حدا من اصدقائك بيصير خلص هذا الدرع انكشف، اذا انصاب بالسفينة انكشف درعه. تاخد مدفعين هجوميات ومدفع بروتكشن او حماية. على الليفل الماكس، الماكس في عندي وحدة ماكس، عندي وحدة ماكس، ما عندي وحدة ماكس. طيب عندي اياها 58. مثل ما لكم شايفين 13800 اظن بتوصل، اذا في 500 ب 500 بتوصل 14 او 15 الف ثانية.
بالإضافة إلى أنه كسر الدرع عندها بيصير 8 ثواني، يعني بيصير الخصم 8 ثواني بدون درع إذا استعملت الماكس منها. نجي للي بعد منها اللي هي عليك السور الماكس. في عندي واحدة 14800 مو 15000، مثل ما حكينا بتاخذ 2 اتاك وواحد بروتكشن. طيب اللي بعد منها البلاداين. البلاداين حاليا هي اقوى سفينة بروتكشن او حماية موجودة. البلاداين ميزاتها على الشكل الاتي: اول شي بتعطيك درع اصفر اللي هو الايجس شيلد 1162500، هذا على الليفل 3 بدون تطوير، وبتهيلك 755، لكن الها شوية خواص خلينا نحكي عنها. الدرع الاصفر اللي بيجيك بيضل 10 ثواني، اذا ما ضرروا لك اياه، اذا ما شالوه، يعني اذا ما حدا دمجه وشالوه، اذا دمجوه وشالوه فورا بمجرد ما يشيلوا لك اياه بتجيك الهيل اللي هو 77500. تمام. اذا ما قدروا يشيلوا لك اياه وضليت محافظ عليه لمده 10 ثواني راح يرجع لك، راح يختفي بعد العشر ثواني ويرجع لك قسم من الجري دامج او الضرر الرمادي اللي هي على الروبوت اللي ما بيتصلح بالعاده. فبهي الميزه البلاداين رهيبه. فلنشوفها على الماكس. خلونا نشوف على الماكس. على الماكس بصير بتعطيك 305 ايجس شيلد، درع اصفر 305، والهيل 125000. يعني اذا شالوا لك الدرع الاصفر بسرعة فورا بيجيك 125000 دهيل. اذا ما قدروا يشيلوا لك اياه من بعد 10 ثواني رح ترجع لك جزء من الجري دامج ورح تهيلك ال 125000. فالرقم جدا رهيب. طبعا بتاخذ مدفعين بروتكشن ومدفع سبورت، فما فيها اي مدفع اتاك، كلها معتمدة على البروتكشن والسبورت. طيب اللي بعد منها عندنا الروليت. الروليت هي سفينة ما فينا، يعني هي هجومية ولكن سبورت اكثر من هجوم، يعني سبورت وهجومية صايرة بين الاثنين خلينا نحكي. ليش؟ لانه هي ما بتعمل دمج فعلي، بتعمل دمج اوفر تايم فقط اللي هو الدوت ايفكت. بتطبق دوت وراست ايفكت على الاعداء، الدوت اللي هو الدمج المستمر والراست اللي هو بيوقف الهيل للاعداء. فميزتها هي انه دمجها صحيح على فترة طويلة ولكن مع الراست بتوقف له الهيل، فما بيعود بيقدر يهيل هذا الضرر. طبعا في معلومة لازم تعرفوها كتير مهمة، انه ضرر اي ضرر بتسببه السفينة الام او المذر شيب ما فيه اي ضرر رمادي او ما فيه اي جري دمج، فكل الضرر بيتصلح عندك. فبأي وقت اي حدا انضرب مذر شيب بيقدر يهيل الضرر هذا، اذا كان عنده ريبير، اذا كان حدا جنبه عم يهيله بيقدر يهيله بكل سهولة. ولكن الروليت بتمنعه من التهييل، فلهيك بتخليك قادر انك تدمجه بسهولة وتقضي عليه قبل ما يقدر يهيل. طبعا مثل ما لكم شايفين هي بتعمل دي او تي 150 على الليفل 3 وبيضل لمدة 3 ثواني تأثيرها، فما هالدمج. لكن على الماكس مثل ما لكم شايفين بتصير 1100 لمدة 10 ثواني، فالرقم بيكون كبير وبصراحة اكثر من 1100. انا مجربها بتدمج اكثر بكتير، يعني اذا 1100 بدك تضربها ب10 بتطلع تقريبا 11000، ولكن هي بتدمج اكثر من 11000 بكتير. بالاضافة انه بتاخد مدفعين سبورت ومدفع بروتكشن، وهذا كتير مهم حنحكي هلا بس نشرح التوريتات. اللي بعد منا عنا السفينة اللي هي الكيل. سفينة نزلت الحدث الماضي بتعمل 25000 ضرر، 25900، وعندها ميزة ضرر اضافي على التايتن او الجبابرة 70%، هذا اللي على الليفل 3. طبعا تعمل 3 ضربات متتابعات، الضربة بتجي على هدف واحد ما بتجي على مساحة معينة، لا الهدف اللي بتختاره وبتستعمل السفينة عليه بتضل بتتبعه بتضربه اول ضربة
بعد ثانيتين بترجع بتضربه ضربة ثانية، رد بعد ثانيتين بترجع بتضربه 3 ضربات. فهي ضربة تنتين ثلاثة، كل ضربة فيها تأثير 25900. طبعا هذا على الليفل ثلاثة. خلينا نشوفها على الماكس. على الماكس بصير 70000 الضربة، وتأثيرها على التايتن بصير 220%، وهذا رقم جدا كبير. فبالإضافة انه بتاخذ مدفعين هجوميات ومدفع حماية. فالكيل هي سفينة هجومية بحتة، تمام؟ لكن مثل ما حكينا الضرر تبعها بيتهيل بسهولة اذا الخصم عنده هيل، اذا مالك موقف الهيل عنه ف ما حيحس بالضرر. اوكي، ممكن يكون مؤذي اذا ما كان عنده هيل، ممكن تشيل روبوت فيها بالراحة اذا كان دمه قليل، بس انه اذا لحق يهيل كأنك ما عملت شيء. فهي بالنسبة للكيل. واخر سفينة عنا ياها السفينة الجديدة اللي نزلت، الميوت. طبعا الميوت سفينة هجومية تعتبر، ولكن ما بتعمل ضرر. يعني هي مو سفينة ضرر، ولكن هي سفينة خلينا نقول لوجستية، تعمل الغاء خواص EMP، وبتعمل بلايند ايفكت او بتلغي التارجت سيستم تبع الاعداء. فخواصها تنتين، واحدة بتلغي خواص العدو، ما بيقدر يستعمل اي شيء لا الاكتيف موديول ولا خاصية الروبوت تبعه او التايتنز او اي شيء، والتانية بتوقف في الايمينج سيستم تبعه، فما بيقدر يصوب على عليك او على رفقاتك. فبتلغي له الايم تبعه وبتلغي له خواصه لمدة مثل ما تكون شايفين 1.48 ثانية، ثانية ونص تقريبا. هذا على الليفل 3. على الماكس مثل ما تكون شايفين هون بتصير 11 ثانية ب11 ثانية، يعني بيضل 11 ثانية بدون اي خواص وبدون ما يقدر يضرب اي حدا لانه ما عنده ايم سيستم. بالاضافة انه بتاخد مدفعين سبورت ومدفع هجومي. طيب هلا صار الوقت لنحكي عن المدافع او التوريت. المدافع الهجوميات عندنا المدفع الاساسي اللي بيجي مع اي سفينة اللي هو بيعمل 10400 دمج، بيضرب خلال ثانية بينزل على العدو، المسافة تبعه 800 متر. طبعا في نقطة انا ما ذكرتها بشرح السفن، خلينا اشرحها على السريع. كل سفينة لها مدى. هلا كل السفن اغلب السفن مداها 1100 متر. هلا اي 1100 متر السفن الهجومية، طبعا انا عم بحكي السفن السبورت يا يعني بتجي عليك فما بهمك. السفينة المونارش كمان 1100 متر، مع انه هاي الارقام مو ذاكرينها، بس انه هاي 1100 متر. كمان الاوراين 1100 متر، نورث لايت حماية، الفروزن كمان 1100 متر. في فقط سفينة واحدة السور كمان 1100 متر، سفينة الرولت. هي الرولت فقط 600 متر، ما بعرف ليش غير باقي السفن كلها هي الوحيدة اللي 600 متر، بس ما لهم ذاكرين هذا الرقم بشي فعلي، هذا من تجربة انا عم بحكي لكم اياه. اما باقي السفن كلها على 1100 متر بتشتغل. بالميوت بصراحة ما اختبرتها كتير، بس غالبا كمان 1100 متر. بصراحة ما جربتها بشكل مكثف، لعبت فيها جيمين او ثلاثة يعني بس، فما دققت على الموضوع، ولكن غالبا هي 1100 متر الاهداف تبعها. نرجع للمدافع. مثل ما تكون شايفين هذا المدفع 800 متر، فيعني لو ضربت على هدف ابعد من 800 متر ما حينزل عليه المدفع. اللي بعد منه شايفين المدفع النهدي بيعمل 17000 ضرر، اكثر من هداك منيح يعني 7000 تقريبا، والمدى تبعه 1100 متر، والمساحة اللي بيضربها 60 متر، يعني اي حدا ضمن ال 60 متر رح يتضرر. الجرافيتي بعد منا عنا كمان الجرافيتي على 1100 متر، هم مو حاطينه خلاص يمكن لقوا انه شغلة طبيعية. والمساحة اللي بتضررها 80 متر، يعني اي حدا ضمن 80 متر راح يتأثر بالجرافيتي كانون او مدفع الجاذبية. طبعا مدفع الجاذبية ما بيعمل ضرره خفيف مثل ما كنتم شايفين 1200، ولكن بيعمل تأثير جاذبية على الاعداء فبيبطئهم بشكل
مخيف، فلما تحط منه اثنين كمان بتزيد الجاذبية عليهم وبيصير كتير بطاقة. آخر مدفع هجومي عنا يا اللي هو اللوك داون بلاست كانون، مثل ما لكم شايفين بيعمل 40,000 ضرر، ضرر كبير يعني بصراحة. أكتر المدفع فيه ضرر هو الليزر كان 17,000، بعد منه الجرافيتي كان ما بيعمل ضرر بس الجاذبية، ولكن هذا المدفع بيعمل ضرر، ضرر محرز 40,000، بالإضافة إنه بيعمل تثبيت للأعداء مباشرة، بيوقف حركتهم نهائيا، مو مثل الجرافيتي بيبطئها، هذا تثبيت مباشر، ومدة التثبيت 5 ثواني تمام، والمساحة اللي بيأثر فيها 50 متر، يعني أي حدا ضمن ال50 متر راح يتأثر بهذا الضرر وراح ينعمل له تثبيت. فالمدفع الجديد هو من أقوى المدافع الهجومية، أو أقوى المدفع هجومي باختصار، مو من أقوى، هو أقوى مدفع هجومي. نجي للمدافع السبورت، عندنا أول مدفع سبورت اللي هو البيرودك فيكس ستيشن. طبعا السبورت هنن مدافع تهيل أو ريبير، فتأثيره ضمن 50 متر إلك ولأصحابك بيهيل 1% بالثانية لمدة 5 ثواني، يعني بيهيلك 5% بالمجمل. اللي بعد منه عندنا اللي هو الريبير بلاس ستيشن، بيهيل 20,300 لحظية، ما بيهيل بالثانية، كمان مدى 50 متر، أي حدا قريب منك ضمن ال50 متر رح يتهيل معك. اللي بعد منه عنا، لحظة في أنا بطشنا، في عنا الديورابيلتي اكستندر. الديورابيلتي اكستندر بيطبق عليك فقط، ما بيعطي أصدقائك، بيعطيك 10% زيادة دم للتايتن و15% للروبوتات، يعني قديش دمك مجرد ما تستعمل السفينة رح يزود لك دمك مباشرة 10% إذا كان تايتن، أو 15% للروبوت، وهذا رقم ممتاز جدا ويعتبر من أفضل المدافع اللي بتستعملها على السفن اللي في عندها سبورت. آخر مدفع سبورت عنا يا اللي هو بوزيتيف انرجي ريكابتشر، اللي هو تأثيره 15 ثانية، تأثيره انه بيلغي عنك اي تأثير تثبيت، بيزيد لك سرعتك 9 كيلومتر بالساعة مثل ما لكم شايفين، وبيلغي عنك اي تأثير للتثبيت او للتجميد او للتبطيء اللي هو الجرافيتي، يعني اذا كان عليك جرافيتي بتروح، اذا كان عليك تثبيت بيروح، اذا كان عليك جليد بيروح مباشرة، وبيزيد سرعتك 9 كيلومتر بالساعة. فهذا مدفع حماية بيحميك من التأثيرات السلبية تبع التثبيت والتجميد والتبطيء، وبيزيد سرعتك بالإضافة لمدة 15 ثانية، وبصراحة جيد يعني. بس يعني بدك انت بقى تشوف السفينة اذا كان فيها 2 سبورت، ممكن تحط واحد ديوربيلتي اكسندر واحد من البوزيتيف، ولكن اغلب الناس لما بيكون في 2 سبورت بيركبوا 2 ديوربيلتي اكسندر مشان ياخذوا كمية دم زيادة، فبيصير بدال ما تاخذ 10% للتايتم تاخذ 20% اذا كانوا 2، او بدل ما تاخذ 15% للروبوت بصير تاخذ 30% اذا 2 ديورابيلتي اكستندر. اما ما بتاخذ اذا حاطط 2 انرجي، ما هتاخذ غير زياده سرعه اضافيه، يعني بدل ما تاخذ 9 كيلومتر بصير تاخذ 18 كيلومتر بالساعه، ولكن الغاء التثبيت بيلتغى فورا ان كان 1 او 2. فهي بالنسبة للسبورت. بيجي عنا آخر شي لازم مدفع البروتكشن، نشوف المدافع الموجودة عنا. الايجس سيلف سيستم بيعطيك درع أصفر 12,000 لمدة 20 ثانية، كانوا هدول المدافع دائمين صارت فقط 20 ثانية. طبعا اللي بعد منه عنا بيعطيك 36,000 مدى 50 متر، يعني بيعطيك إلك ولأصحابك، أي حدا قريب منك ضمن 50 متر بياخذ معك 36 ايجس شيلد كمان لمدة 20 ثانية. اللي بعد منه عنا الانتي جامينج سبورت، وهذا من افضل المدافع البروتكشن، بحيث انه بيلغي عنك تأثير السبريشن اللي هو القمع، والاي ام بي اللي هي الغاء القواص، والبلايند اللي هي الغاء التارجتينج سيستم. يعني باختصار هذا المدفع بيلغي تأثير السفينة الجديدة اللي هي الميوت اللي هي بتعمل اي ام بي وبلايند. فانت اذا مستعمل هذا السيستم، هذا عندك مزر شيب ومركب عليها الانتي جامينج،
واستعملتها واجا حدا ضربك بالسفينة الميوت، انت ما حتتأثر بالضرر تبع السفينة لانه انت عندك حماية لمدة 15 ثانية من تأثير الاي ام بي او البلايند، فما حتتأثر فيها ابدا. فهذا الانتي جامينج حاليا حيكون من افضل المدافع مضاد للسفينة الجديدة. وطبعا هو بالاساس يعني مضاد للاسلحة اللي بتعمل بلايند او لاي خاصية الانجلر اللي بتعمل بلايند، وحتى للاي ام بي الغاء الخواص، فانا ما بستغني عنه بصراحة. عندنا اللي بعد منه كمان ممتاز جدا، لايف سيفر، بيعطيك حماية لمدة 5 ثواني، عفوا لمدة 3 ثواني، بيعطيك ستيلز اختفاء لما تستعمل السفينة، وبيعطيك 5 ثواني حصانة ضد تخطي الدفاع. شو يعني؟ في عندكم أسلحة التايتن أو بعض الأسلحة بتتخطى دفاعك، إذا كنت أنت عندك تايتن أو روبوت له نقاط دفاع، ففي أسلحة بتتخطى هذا الدفاع مثل أسلحة التايتن. أغلب أسلحة التايتن أو كل أسلحة التايتن بتتخطى الدفاع، وفي بعض الأسلحة بتتخطى الديفنس مثل الريبر مثل الجاوس، هدول الأسلحة بتتخطى الدفاع تبعك. فلو انت مستعمل هذا اللايف سيفر بيعطيك حصانة لمدة 5 ثواني انه ما يقدروا يتخطوا الدفاع تبعك. بس انه قوته الاساسية بالستيلز اللي هي الاساسية اللي بتعطيك 3 ثواني اختفاء، بتنفذك من مواقف حرجة خلينا نحكي. فهي بالنسبة للمدافع. فخلونا على السريع نحكي افضل المدافع لكل سفينة. طبعا السفينة الاولى ما حتستعملوها فما في داعي اصلا تركبوها لمدفع. المنتوس اذا بدك تستعملها بصراحة يعني ببداية الجيم ما بنصحك انك اصلا خلونا نقول انه تستعمل السفينة تحط تشتري لها مدفع، لانه هدول المدافع اذا بتشتريهم كل واحد حقه هرمين مثل ما لكم شايفين، فحرام تشتري لها من المدافع الكبيرة. اذا قدرت تحصل المدافع الوسطانية بدون ما تشتريهم بالتوكنز حطهم، اذا ما قدرت خليك على المدافع الاساسيه اللي بيجوا على السفينه اللي هن الاساسيات، واستعملها لحتى تجيك سفينه افضل منها. هي اذا عم بحكي بالبدايه. نفس الحكي بيتطبق على المونارش، ان كان كاتاك او ديفنس لا تشتري لها لانه ما حتضل تستعملها، هي فقط ببدايه اللعبه اذا كنت مالك محصل السفن الافضل منها. الاوراين بصراحة سابقا كانت من اقوى سفن ضد التايتن، لكن بعد ما نرفوها بعد ما نزلت الكيل عملوها نيرف، فصارت بصراحة غير مجدية. لكن اذا حدا عنده اياها وبده يستعملها، فافضل سيت اب كان لها 2 جرافيتي اللي هو التبطيء، وواحد الحماية اللي هي ممكن تستعمل انتي جامينج او اللايف سيفر حسب يعني اختيارك الشخصي. انت بدك حماية ضد الاي ام بي والشو اسمه، او بدك ستيلس يحميك لمدة 3 ثواني، فانت هون مخير بين هدول الاثنين. حاليا بما انه صار في عنا مدفع تاني، فممكن نحط واحد لوك داون وواحد جرافيتي عليها، بما انه بتاخد 2 اتاك وتستعملها بهذا السيت اب حتكون جبارة. طبعا افضل منها صار في اكيد الكيل حاليا هي الانتي للتايتن، افضل منها افضل من الاوراين. لكن الاوراين بتضل بتضرب جماعي، الكيل بتضرب بهدف واحد مثل ما حكينا. نجي بعد منها للنورث لايت، كمان بعد ما نرفوها البلاداين افضل منها بكتير، فما بنصح حدا يصرف عليها ويطورها اذا قدرت تحصل البلاداين. لكن اذا ما عندك اياها وبدك تستعملها، فالمدافع كمان بالنسبة للبروتكشن انت مخير يا اللايف سيفر يا الانتي جامينج. انا بالنسبة لي بفضل الانتي جامينج. السبورت يفضل انك تحط الديورابيلتي اكستندر يعطيك زيادة دم اذا حابب تتخلص من اللوك داون والهذا وتاخد سرعة زيادة، ممكن تروح مع البوزيتيف انرجي، لكن انا برأيي الديورابيلتي اكستندر افضل. والاتاك اكيد اللوك داون افضل شيء ممكن تستعمله عليها. اللي بعد منها الفروزن. بصراحة الفروزن يعني دمجة وعدم واحد، والسيت اب تبعها 2 بروتكشن واحد سبورت، في غيرها بيعمل هالشي، ف باختصار لا تستعملوا هاي السفينة ما بتستاهل. حتى لو اجتكم وبلاش لا تستعملوها، والله ما بتستاهل للأمانة. ما بعرف شو كان مخه المبرمج لما نزلها، ولكن لا دمجة
لا دمجها قوي ولا خاصيتها قوية، ف للأسف فاشلة هاي السفينة بكل معنى الكلمة، فلا تستعملوها. هاي من وجهة نظري الشخصية. اللي بعد من السور، السور حاليا ممكن تكون كثير حيوية، خاصة بميزتها اللي هي تبع كسر الدرع، حتكون مضادة للأوفيون، مضادة للروبوت الجديد الداغون، مضادة للألتيميت الجديد اللي هو الفيوجن، ومضادة لكل الروبوتات اللي عندها ايجس شيلد، ان كان المارس، ان كان التايفون، ان كان الايرباص، اي روبوت عنده درع انرجي الاريس هذا. فهي كتير حيوية حاليا لانه في كتر الروبوتات اللي عندهم حماية، خاصة الاوفيون اللي هو المتا حاليا. والست اب تبعها 2 اتاك مع الكانون الجديد، بتحط لها واحد الكانون الجديد اللي هو لوك داون، مو موجود بالستور، لوك داون، وواحد بالجرافيتي بتكون جدا ممتازة. طبعا اللوك داون لسه ما نزل على الستور لانه جديد فما بتلاقيه بالستور، ولكن الجرافيتي موجود. وبتحط معها بروتكشن مثل ما حكينا، ممكن تحط اللايف سيفر او الانتي جامينج. انا من جهتي بفضل الانتي جامينج، في بعض العالم بتفضل اللايف سيفر. وبتكون معك جبارة، بس بدك تعرف امتى توقت استعمالها، كرمال اذا في اوفيوم بده يطير بدك تستهدفه بتستعملها عليه فبتكسر له درعه، فبيصير عندك طاير ومكشوف للكل، بيقدروا يضربوه بكل سهولة واريحية. فحتكون جدا عملية بالوقت الحالي. انا برأيي السور ممتازة بالوقت الحالي، خيار جيد. يعني نجي للي بعد منها اللي هي البلاداين. البلاداين بدون اي نقاش هي افضل سفينة بروتكشن بالوقت الحالي، او سفينة حماية لأي حدا بيلعب لحاله ما بيلعب سكواد، فهي سفينة ممتازة جدا، انا ما بستغني عنها ابدا. مثل ما لكم شايفين اللي مركبون عليها الانتي جامينج واللايف سيفر، اثنيناتهم بيعملوا شغل ممتاز، والسبورت الديورابيلتي اكستندر طبعا افضل انا برأيي بكتير من البوزيتيف انرجي. مثل ما حكيت لكم هي افضل سفينة حماية بالوقت الحالي، وانا برأيي هذا افضل سيت اب عليها. انتو حرين ممكن تغيروا الديورابيلتي اكستندر للبوزيتيف انرجي، ولكن انا برأيي الديورابيلتي اكستندر لا غنى عنه. اللي بعد منها اللي هي الروليت. معلش سامحونا بس صوت تعبان شوي. الروليت فيكن تستعملوها لما تلعبوا سكوادات تساعدوا فريقكم، ممتازة جدا بتأثير الراست لما تلغوا الهيل عن الخصم اللي بدكم تضربوه. طبعا بوجود الأسلحة الجديدة اللي بتعمل الراست أظن يعني صارت ما كتير ذات قيمة، ولكن بتضل شغالة لما تكونوا عم تلعبوا سكوادات. بالإضافة لميزتها المهمة كتير اللي هي بتاخد 2 سبورت، ففيك تحط عليها 2 ديورابيلتي اكستندر، فبتزود لك دم الروبوت عندك بشكل فظيع لما تستعملها اكثر من مره، بتلاقي دمك عم يزيد عم يزيد عم يزيد. فجدا ممتازه بهذا السيت اب مع واحد بروتكشن. مثل ما قلت لكم انا دائما ما بستغني عن الانتي جامينج عليها بالبروتكشن، انا بفضل الانتي جامينج كثير عن البوزيتيف انرجي. نجي لاخر سفينه، او مو اخر سفينه، الكيل. عندنا اللي بعد منها الكيل مثل ما حكينا مثل النورث لايت تماما، بتاخد 2 اتاك واحد بروتكشن، فيك تحط لها، انا حاطط 2 جرافيتي ما كان عندي الجديد، فممكن تحط لها واحد الاتاك اللي هو اللوك داون، او ممكن حتى تحط لها 2 لوك داون، فبيصير الضرر بدل 40,000 80,000. 80,000 رقم كبير بصراحة، يعني مع الاثنين مع دمجها اللي هو 70,000 ضرب 3، لانه هي بتضرب 3 ضربات، ف 80,000 بالبداية و 70 هون، هذول 150، وبعدين بيجيك 70 ب 70 140، يعني تقريبا 300,000 ضرر بفترة بسيطة. بصراحة رقم، بصراحة سيت اب بيتجرب وحيتثبت الخصم، يعني مجرد ما ضربتها اذا كان عليها اللوك داون انت حتثبت خصمك بمحله، اذا في حواليه عالم اللوك داون بيضرب مساحة، فاي حدا ضمن ال 50 متر قريب منه حينضرب معه. فبصراحة يعني سيت اب بيتجرب، ما كان عندي ما كان نازل المدفع لما كانت لما نزلت السفينة، هلا الجديد المدفع تبع اللوك داون نزل، ف بس طالما مو موجود بالستور لا ما فينا نجيبه، احنا حصلنا واحد من الشركة اعطتنا اياه، بس لما يجينا 2 ممكن نجرب هذا السيت اب
بيكون اظن جبار. والبروتكشن مثل ما قلت لكم انتي جامينج ما بستغني عنه. اخر السفينه الميوت، بصراحه انا عن نفسي الميوت ما اقتنعت فيها، لانه مثل ما قلت لكم اي حدا بيستعمل الانتي جامينج هيلغي لك خاصيه الميوت مباشره، او اذا كان مستعمله من قبل بوقت، يعني مثلا مستعمله قبل 14 ثانيه وكان بقي له ثانيه ها واكل السفينه قبل ما تنتهي هي الثانيه، فما اثرت فيه. فمتخيل انت خلال 15 ثانيه بالوقت الحالي مع الاسلحه الجديده ممكن تكون رجعت عبيت سفينه جديده واستعملتها خلال 15 ثانية، فبيضل دائما عندك حماية ضد البلايند والاي ام بي، فما حتأثر فيك الميوت. انا بكذا جيم صارت معي وانتبه انه انا انضربت سفينة ميوت بس ما تأثر فيني، وطلع لاقي حالي عندي بروتكشن اصلا من الانتي جامينج. بتاخد 2 سبورت، ممكن تحط لها 2 ديورابيلتي اكستندر، والواحد الاتاك اللي هو غالبا بيستعملوا معها اللوك داون كرمال يثبتوا العدو. بس هذا كان كل شيء للسفن، ان شاء الله يكونوا استفدتوا منه الفيديو واستمتعتوا فيه. بعرف كان طويل شوي ولكن كتروا السفن ما شاء الله وكتروا المدافع فطال شرحه شوي. فبس لهون كان فيديونا لهذا اليوم، نشوفكم على خير في فيديو جديد. الى ان نلتقي، السلام عليكم ورحمة الله. We'll be right back.